أعزائنا المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في برنامج متحف فلسطين. في هذه الحلقة سنصحبكم في جولة تعريفية عن حركة الترجمة في فلسطين. تشير الدراسات التاريخية إلى أن الشعب الفلسطيني أسهم بنصيب لا بأس به في حركة الترجمة عن لغات مختلفة. وبدأت حركة الترجمة في فلسطين منذ عام 1860 ومن بين الترجمات المهمة في ذلك التاريخ ما قام به يوسف دباس حول كتاب مرشد الاولاد واخذ هذا النشاط يتقدم بتقدم المجتمع الفلسطيني في اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين على رغم المعوقات الاستعماريه وغيرها. ونشا مناخ ملائم لجهه تطور حركه الترجمه حيث اخذت الصحف والمجلات بالظهور هناك ولعل من بين تلك المجلات مجله النفائس العصريه لخليل بيدس الذي بذل جهدا كبيرا في الترجمه عن اللغة الروسية التي نقل عنها أربعة كتب في سنتي 1898 و1899، فضلا عن ستة كتب بين عامي 1908 و1919، هذا إلى جانب كثير من الروايات القصيرة التي كان ينشرها في أعداد مجلته. برزت اسماء جديده في اطار حركه الترجمه عن الروسيه جنبا الى جنب مع خليل بيدس مثل انطوان بلان احد مدرسي المدرسه الروسيه في الناصره والذي ترجم روايه سبيل الحب عن الروسيه عام 1912 وحكايات قصيره منها سياحه في عالم الخيال وخواطر من طريق الخيال وغيرها وبرزت اسماء اخرى مثل لطف الله الخوري الصراف والسيده كلثوم العوده وفارس نيقولا وعبد الكريم سمعان. وكما كانت مجله النفائس العصريه بيئه منشطه لحركه الترجمه عن اللغه الروسيه في فلسطين بسبب ثقافه مؤسسها وصاحبها وبعض رفاقه، كانت مدرسه سمينار الروسيه للطلاب في الناصره وبيت جاله في الضفه الغربيه بيئتين منشطتين في ميدان الترجمه عن اللغه الروسيه ايضا. اذ ترجم بعض الطلبه في المدرستين المذكورتين حكايات عن الروسيه ونشروها في مجله النفائس ومن الذين ترجموا بكثره عن الروسيه سليم قبعين ونجاه صدقي فقد كان لقبعين نشاط خصب في الصحافه المصريه وشارك في انشاء بعض الصحف في مصر وعرف القارئ العربي بكتاب روس مشهورين ومن اهم ترجماته للصحف المصريه عن الروسيه أنشودة الحكم إضافة إلى كتب متنوعة أخرى وترجم صدق أمهات الكتب الروسية إلى العربية فنشر في سلسلة اقرأ في عام 1945 أعمالا عدة للشعر الروسي بوشكين وترجم جبران مطر عددا لا بأس به من القصص والحكايات الألمانية إلى العربية وشارك في النقل عن الألمانية بندل الجوزي والياس نصر الله الذي ترجم رواية النثان الحكيم للكاتب الألماني لسينغ وطبعها في مطبعة الأيتام في القدس أما في اتجاه اللغة اليونانية فقد أتاحت الظروف للطائفة الأرثوذكسية في القدس الاتصال باللغة اليونانية وكان لجورج زيدان حنة جهد كبير في هذا الميدان وترجم توفيق اليازجي من يافا قصيدة مهمة للشاعر اليوناني يونس بوليتي فضلا عن ذلك كان من الطبيعي اتصال فلسطين باللغة التركية فترجم عبد الله مخلص كتاب نامق كمال سيرة الفاتح السلطان محمد الثاني بعربية صافية وترجم حسن صدق الدجاني رواية حذار الاجتماعية عن التركية في حين نقل عارف العزوفي إلى العربية ترانتا بايو من رسائل شاب حبشي إلى زوجته وهي للشاعر التركي الكبير ناظم حكمة ولم تقتصر حركة الترجمة في فلسطين على الألمانية والروسية واليونانية والتركية بل عرفت فلسطين نشاط ترجمة عن اللغة الفرنسية أيضا فترجم عادل زعيتر بحثا مطولا لماكس نوردو بعنوان روح القومية ونقل أسحاق موسى الحسيني والأب استفان سالم الفرنسيسي كتاب فن إنشاء الشعر العربي وطبعاه في مطبعة الأباء الفرنسيين في القدس عام 1945 أما حركة الترجمة عن اللغة الإنجليزية فكان لها النصيب الأكبر بسبب الاستعمار البريطاني المباشر لفلسطين وبرزت أسماء كثيرة في مجال الترجمة عن الإنجليزية في فلسطين تجاوز عددها المئة ومن المبكرين في الترجمة عن الإنجليزية في فلسطين إبراهيم حنة وروز حسون وبول الصدق من القدس كما عرفت أسماء وأعلام فلسطينية كثيرة في مجال الترجمة عن الإنجليزية وفي المقدمة منهم خير حماد الذي ترجم أكثر من خمسين كتابا عن الإنجليزية والفرنسية تراوحت بين الأدب والفلسفة والاستشراق والاقتصاد. ومن الأسماء الفلسطينية التي نشطت في الترجمة عن الإنجليزية بعد نكبة عام 48 ناجي علوش ونيكولا زيادة وابراهيم مطر وجبر إبراهيم جبرة وبكر عباس والشاعر الراحل إحسان عباس. واللافت ان حركه الترجمه اخذت بالتطور سريعا وخاصه بعد ان قصد الالاف من الشبان الفلسطينيين في العقود السته الماضيه قارات العالم المختلفه للدراسه في جامعات الدول وحصلوا على شهادات وخبرات وبالتالي لغات وثقافات متعدده واخذوا ينقلون الى المنطقه العربيه وفلسطين ثقافاتهم المكتسبه بفعل الدراسه بلغات عده الامر الذي اعطى دفعه جديده لحركه الترجمه في فلسطين والوطن العربي الى اللقاء